مساء الخير مشاهدينا، واهلا بيكم في حلقه جديده من حوار مفتوح. حوار مفتوح هيتكلم الاسبوع ده عن عده مشاكل وعده مشاهد مؤسفه حدثت في المجتمع المصري. اولا هنتكلم عن زواج التجربه، هنتكلم عن تورته نادي الجزيره، ومؤخرا والحادث اللي حصل بالامس وهو الاب اللي تجرد من مشاعر الابوه وكان بيحاول ان هو يحرق بنته. احنا النهارده هنتكلم عن كل السلوكيات دي، والنهارده الحلقه هتكون عن تصحيح كيفيه تصحيح والعوده الى المسار السليم في مجتمعنا. ارحب بضيفي الشيخ محمد رشاد. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. بدايه فضيله الشيخ، زي ما حضرتي يعني زي ما حضرتك سمعت ان احنا عندنا حاليا بدا يظهر حاجات في المجتمع غريبه عننا، لا يعني عمرنا سمعنا عنها ولا حتى كنا نتخيل انها تحدث في مجتمعنا. بداية، هل غياب الوازع الديني هو السبب اللي بيحصل؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بداية أشكر حضرتك على استضافتي وإتاحة الفرصة لي في هذا البرنامج. سؤال حضرتك، هل غياب الوازع الديني هو السبب في المشاكل اللي بنسمع عنها حاليا واللي بتنتشر في مجتمعاتنا الآن؟ بالطبع طبعا البعد عن الدين هو سبب كل مشكلة وهو سبب كل بلية، لأن أول آخر هذه الأمة لن يصلح إلا بما صلح به أولها. ما صلح أول هذه الأمة إلا باتباع القرآن وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. البعد عن الدين هيخلينا نسمع حاجات كتير قوي غريبة علينا وجديدة علينا. احنا بنسمع دلوقتي على زواج المثلين والزواج العرفي، ده طبعا قديم، وزواج الفريند، وأخيرا وليس آخرا زواج التجربه. يعني حضرتك بتتوقع ان لسه هيبقى؟ لسه طبعا، طول ما في بعد عن الدين يبقى في دمار للمجتمع، في تراجع، في تراجع للمجتمع. لان للاسف الشديد احنا بنقيس او عندنا مقياس للتقدم، مقياس خاطئ. شايفين التقدم بالعري، شايفين التقدم بما يسمى التحرر. العري مش تحرر. الابتداع في الدين ليس من حرية، يعني اشمعنى الدين بنقول عليه حرية رأي وتعبير؟ يعني هذا الأخ المحامي غفر الله لنا وله وسامحه الله، يعني لو أنه يعرف أن هناك أحد يستطيع أن يردعه لما تجرأ على هذا، لأنه تجرأ على ثابت أو على تجرأ على شيء ثابت في الدين، تجرأ على ثوابت الدين الإسلامي. الزواج هذا ليس مجرد لعبة. الزواج، الله عز وجل حينما تكلم عن الزواج قال الله عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هو الأستاذ بيقول إيه؟ بيقول زواج، مبادرة زواج التجربة للحد من مشكلة الطلاق في مصر. على فكرة الطلاق مش مشكلة، ده الطلاق حل لمشكلة، ده هو حل المشكلة اصلا، حل اثنين استحالت منهم العشرة، فاحنا عشان نحل عشان ما نوصلش ولولا كده ربنا ما كانش الابغض الحلال. لا يعني هو مش من كلام ربنا، ولا هو حديث، وحديث ضعيف، لان ما فيش حلال الله عز وجل لا يبغضه. يعني حتى حديث ان ابغض الحلال عند الله ترك، هذا حديث ضعيف موضوع. ولكن يعني احنا عشان ما نوصلش للطلاق نشوف ايه المشاكل اللي وصلتنا للطلاق، منها بعدنا عن الدين. الله عز وجل امر الرجل بالاحسان الى المرأة، إلى زوجتي، قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ما فيش مودة ورحمة يبقى الزواج يبقى في خلل. لا، لابد من المودة والرحمة بين الزوجين. فإحنا عشان ما نوصلش للطلاق ولهذه المشاكل نشوف المشاكل إيه اللي وصلتنا للطلاق. ثانيا، يعني زواج التجربة هذا محدد بمدة، ولا يجوز أن نحدد الزواج بمدة معينة، لأن إحنا كده بنتشبه بالشيعة زواج المتعة. فضلتك أنا عايز أسألك، إحنا ديننا دين سامح جدا، وللأسف إن بعض يعني عايز أقول السفهاء بيتجرأوا على الدين من وقت للتاني
ويطلعوا حاجات ويقول لك والله اصل ممكن ان لا الدين يبيحكس. انتوا كعلماء ورجال دين ازاي تمنعوا ده؟ احنا عايزين ده يتمنع. انا مش عايزه تجرؤ على الدين، مش عايزه الدين يبقى ستار لكل هذه الاعمال الفاسده. انا هاخد من حضرتك يعني هروح من سؤال حضرتك لجمله مشاعه قوي وبنسمعها من فتره اللي هي غياب دور الازهر. هو الازهر دوره مش غايب، الازهر مغيب. يعني هو في تعمد لان الازهر لا يكون بدوره. حضرتك دلوقتي مشكله زي مشكله مثلا زواج التجربه، الاعلام قام بنشر هذا الامر والاهتمام بهذا الحدث بشكل مبالغ فيه. طيب حضرتك هات بقى حد من علماء الدين المتخصصين، علماء الدين اللي هم العلماء الربانيين، مش علماء مش الـ مش الـ مش العلماء الاهواء وال الدارسين اصلا خريج الازهر، الناس اللي عندها العلم. هات العلماء دول يردوا الرد الذي ينبغي القاطع. ان يرد الرد القاطع اللي يقنع الناس ويغلق هذا الباب. ثانيا على الدولة ان تجرم امثال هذه الاشياء. يعني مبادرة زي دي الذي قام بها لابد أن يعاقب. كيف يعني هو قام بهذه المبادرة دون الرجوع إلى الأزهر ودون الرجوع إلى دار الإفتاء ودون الرجوع إلى المؤسسات الدينية في الدولة؟ يعني إذا كان كل شخص يقوم بمبادرة يقول أنا والله أنا عندي مبادرة في الميراث، المرأة تتساوى بالرجل، يا أخي أنت أدرى من الله عز وجل، أنت أعلى من الله عز وجل بما يصلح هذه بما يصلح البشرية وما يصلح المجتمع، لست أدرى من الله عز وجل، وهذا شرع الله عز وجل. أنت قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. إذا أنت مسلم، مسلم يعني تستسلم وتخضع لجميع أوامر الله تبارك وتعالى، تخضع لتشريعات الإسلام، لا مجال للعقل. يعني في أمور كده ما ينفعش تستخدم فيها عقلك، ما ينفعش تستخدم فيها هواك، وهذه مسلمات ويجب أن نحن نلتزم بها. هذه ثوابت الدين. يعني هذه الطرق تؤدي إلى الزنا والعياذ بالله. يعني حضرتك حددت، وبعدين برضو في حاجة يمكن كنت بتناقش مع حضرتك فيها قبل الحلقة، هو الأستاذ بيقول للحد من مشكلة الطلاق. طيب هو زواج التجربة ده محدد بمدة، يعني إيه بيتفق في العقد إحنا الرجل والست هيتجوزوا لمدة 5 سنين، يعني لمدة 7 سنين. طب وحضرتك بعد 7 سنين ما ينتهوا، لا إحنا مش نافعين مع بعض، أي مشكلة وأيضا يؤدي إلى عدم تحمل المسؤولية وإلى هدم كيان الأسرة وإلى هدم كيان المجتمع وليس الأسرة فقط، الأسرة المجتمع بأكمله. ما هي الأسرة هي بداية المجتمع. نعم تمام. وأيضا يفتح مجال للزنا والعياذ بالله، أي اتنين خلاص مش عايزين يتجوزوا أمام أهلهم مش عارف خلاص تعالوا نتجوز زواج تجربة احنا الاتنين طب رجال الدين، طب معايا اتصال هستوقف حضرتك. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، معايا دكتور محمد. أهلا يا فندم، حضرتك دكتور محمد إبراهيم. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك يا فندم. طبعا حضرتك متابع معانا موضوع الحلقة. عايز أسأل حضرتك من الجانب النفسي، كيف ترى مشكلة زواج التجربة من الناحية النفسية؟ إزاي إن هم يعني سيدات في هذه المرحلة، إزاي إن هم قدروا يعني يوصلوا كده؟ ايه الجانب النفسي او ايه المتاعب اللي عندهم خليتهم يتصرفوا هذا التصرف؟ هو بصراحه يا فندم، هو بدايه فكره ان احنا نحكم على حد من موقف واحد او نحكم على شخص واحد من موقف، ده حاجه فيها نظر. لكن المشكله اللي احنا بصددها دلوقتي ان مجموعه مش فرد. تمام. ده انا شايفه انحراف يعني للقيم المجتمعيه بتاعتنا. يعني القيم المجتمعيه بتاعتنا هي اللي يعني بتنزل، هي اللي فيها مشكله. دلوقتي لما مجموعه من السيدات يعملوا كده، انا شايف ان دوت اكيد ده ما جاش مره واحده، ده تم التخطيط له وراحوا واتفقوا على تورته وعملوا كده ان بابليك. في اكتر من اشكال في الموضوع. فكره الببليستي في حد ذاتها ان ده شيء عام، هي دي المشكله. ان ده ممكن يكون مجرد حد عنده اندفاعيه زياده فعمل كده في بيت او في شقه، ده ممكن ان هو يدافع عنه بعض الشيء. اما ان هو يتعامل بشكل علني في مجموعه من الناس في مكان عام، دي انا شايف ان دي سقطه مجتمعيه، دي حاجه كبيره خالص. تمام. طيب بالنسبه للاب اللي تجرد من مشاعر الابوه،
طبعا ده مشهد مؤلم جدا. هل انت شايف ان ده يعني مريض نفسي ولا تقييم حضرتك ليه؟ انا لسه قايل لحضرتك فكره ان احنا نحكم على شخص او نشخص حد من غير ما نوقع كشف الطبي عليه، ده شيء فيه نظر شديد وده شيء قاصر عند بعض الناس. لما يشوفوا حاجه زي كده يقول لك ده اكيد مريض نفسي، ده فيه مشكله الشخص ده. لا فندم، لازم الاول خالص ان احنا نحكم على الشخص او نقول ده مريض نفسي او لا، او في مشكله ولا لا، بتوقيع الكشف الطبي عليه، رقم واحد. رقم اثنين، هو احنا بنحكم على الفعل مش على الشخص. يعني الفعل دوت فعل ان حد يعمل كده بالشكل ده، اكيد ده شيء في اشكال كبير عندنا، ولكن هذا الشخص الدفع بتاعه ايه؟ في اندفاعيه شديده جدا في هذا الفعل، وممكن يكون في تريتس انت سوشيال تريتس مثلا، اللي هو شخصيه ضد المجتمع. ان شخص يعمل كده بالشكل ده بسهوله كده لبنته، ده ممكن يعني يكون في انت سوشيال تريتس بسهوله، ولكن كتشخيص شخص لازم الاول خالص توقيع الكشف الطبي عليه. لكن غالبا يعني لازم الاول نوقع الكشف الطبي عليه وبعد كده نحكم على المساله. قبل كده هي مجرد اندفاعيه شديده ولازم يحاسب عليها لو تبين ان هو غير مريض. تمام، نشكر حضرتك على اتصالك، شكرا يا فندم، شكرا. نرجع لفضيلتك تاني ونتكلم عن العلاج، او عايزه اقول مش العلاج، عايزه اقول التصحيح من الدين. ازاي حضرتك كرجل دين ان احنا نرجع الناس تاني، ان انا اقول لا، موضوع ان انا الدين خط احمر يا جماعه ما حدش يتكلم فيه، دوركم كرجال دين. والله هو المشكله دي حلها لا يقتصر على رجال الدين فقط. احنا محتاجين وقفه من الدوله اولا. تمام. على كل من يتجرأ على ثوابت الدين يسن قانون، كل من يتجرأ على ثابت من ثوابت الدين يعاقب ويقدم للمحاكمه. مش نسمي الدين مش حريه راي وتعبير، مفيش مجال لحريه الراي والتعبير في الدين الاسلام ايا كان، اي دين. ده ازدراء الاديان هذه جريمه، وانت لما تتجرأ على ثابت من ثوابت الدين او تشرع بمزاجك هذا التطول على الدين. فلا بد من وقفه اولا من الدوله. ثانيا الاعلام، لابد أن يقوم الإعلام بدوره كما ينبغي. القنوات الفضائية دي اللي بينفق عليها الملايين والبرامج اللي بنشوفها ليل نهار، فين دورها؟ لازم تكون برامج بناءة، لازم تبني المجتمع مش تهدم. لما 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 نعمل مسلسل أو فيلم ونبرر لفعل خاطئ فيه، نبرر بقى تبرير بقى من الناحية النفسية، من ناحية ظروف، ومن ناحية ما أنت بتهدم. وانا كنت عايز اسال حضرتك، يعني حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا، ان السوشيال ميديا موجوده والناس كلها بتتابع وبتشوف، وبرغم كده ان الدين في تراجع. احنا عايزين، هو الدين مش في تراجع، احنا اللي في تراجع. ما هو البشر الدين ثابت لا لكن انا بتكلم على ان ازاي بقى انتوا يعني، او مش هقول بلاش رجال الدين، هنتكلم عن الاسره، نبدا بالاسره. حضرتك تبدا تقول ايه للاب والام من الاول خالص، على اساس ان احنا نبدا المعالجه من البدايات. نعم، بدايه اقول لكل اب ولكل ام، انتم مسؤولون امام الله عز وجل عن اولادكم. قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. على فكره ربنا سبحانه وتعالى مش هيسالك انت ليه ما ركبتش ابنك افخم سياره، او ليه ما ركبتش بنتك افخم سياره، ليه ابنك ما حصلش على الماجستير والدكتوراه، بس هيسالك انت غرست ايه في ابنك من الدين، علمته ايه في دينه. احنا دلوقتي بنشوف بنات بيلبسوا بناطيل مقطعه، يقول لك الموضه. يقول لك الموضه. بنشوف دلوقتي البنات والشباب اختلاط شديد، يعني فين الحياء وفين فين الدين؟ فين المجتمع المصري؟ المجتمع المصري الجميل اللي كان بيتسم بالحياء، والمرأة المصرية اللي كانت بتتسم بالأخلاق الحسنة، وفين الحاجات دي كلها؟ فلابد أولا من التأسيس الصحيح، التنشئة الصحيحة، نربي أولادنا على الدين وعلى المبادئ وعلى القيم. لا ده حرام، لا ده حلال. لا تستهينوا بهذه الأمور، ما تفوتش أي خطأ، عالجوا صح. فين احنا من القرآن؟ وفين احنا؟ ما هو احنا عندنا جهل بالدين، احنا مش عارفين ديننا، عايزين نرجع لديننا. ناس كتير حتى مش عارفه
يعني عايزه اقول لحضرتك الاساسيات، حتى الاساسيات اللي هي البسيطه اللي هي اركان الاسلام ايه، ده ابسط واول حاجه. يا استاذه حضرتك دلوقتي بتسالي اساتذه في الجامعات تساليهم عن والشباب عن اسماء لعيبه كره مثلا فريق اجنبي، يقول اسماء اللعيبه والاحتياطي والمدير الفني، لكن تساله عن صحابي من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، تساله عن حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تساله عن حاجه لا يعرف، تخليه يقرا ايه من القران او يقرا سوره من القران لا يحسن قراءه القران. طب ازاي احنا نرغب الناس، يعني وانا بتكلم على المجتمع ككل، ازاي احنا نرغب الناس ونخليهم يرجعوا وان هم يعني يبقوا حابين ان احنا نطلع في الدين، ان احنا نقرا في الدين، تبداوا منين؟ هو المجتمع المصري بطبعه مش محتاج حد يرغبه، المجتمع المصري بطبعه مجتمع الفطره بتاعته فطره سليمه. بس زي ما قلت لحضرتك في بدايه الحلقه، الاعلام والسوشيال ميديا، انت بتلقي اللوم على الاعلام طبعا طبعا، الافلام والمسلسلات الهابطه خلت الفطره بدات تنتكس، خلى المجتمع الاخلاق بدات تتراجع، فين احنا من الاخلاق. فبس انا بقول للاسر وبقول كل مسلم وكل مسلمه، الدين فيه كل جميل. الدين جه عشان يحافظ على المجتمع، الدين ما جاش عشان يشق عليك، الدين ما جاش عشان يضايق. على فكره الست اللي شايفه ان الدين بيضايق عليها لا غلطانه، بالعكس ده الدين جه عشان يحميكي. ده كمان يعني حتى في الرداء، حتى في زي المرأة، في كل شيء. ده الامام الشاطبي كتب كتاب بيدرس في بعض الجامعات، يعني تطرقوا للحجاب وانه هو مش فرض يعني، وان لا ده حريه شخصيه. احنا بندعو الست للتحرر انها تخرج عاريه، وبنسمي ده تحرر، وفي نفس وفي المقابل لما يحصل تحرش ولا حاجه نقول اصله في ده الشباب بيتحرش. طب امنع الاسباب المؤديه الى وقوع الجريمه اولا، ثم حاسب. طبعا هذا ليس مبررا للمتحرش، المتحرش ايضا تجاوز حدود الله عز وجل، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون. خطبة الجمعة، عايزة أقول لحضرتك يعني بقينا نشوف خطبة الجمعة، كنا من يعني من كام سنة، مؤخرا بقت خطبة الجمعة، عايزة أقول إنها ماشي موحدة، ولكن هل خطبة الجمعة لما تكون بتتضمن مضمون قوي مش ده يكون ليه تأثير أفضل؟ إحنا عايزين دايما الخطبة تبقى درس. لا، هي لازم تتضمن مضمون قوي ولازم تتضمن الواقع. الخطيب ده زي الطبيب، لازم يناقش مشاكل. ما يبقاش المجتمع في وادي وهو في وادي تاني، ما يبقاش ليل نهار اكلم الناس عن الـ عن الـ عن الصلاه وعن الزكاه. طب وفي مشاكل الناس، الناس كلها عارفه ان الصلاه فرض، الناس كلها عارفه ان الزكاه فرض عليها، خلاص احنا عايزين عايزين المواضيع التي تلمس المجتمع. لازم تكون خطبه الجمعه طبعا، وانا اناشد فضيله الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف أن ينظر في هذه المسألة، مسألة الإحساس بالمجتمع والرجوع إلى مشاكل المجتمع، وأن يعود المسجد كما كان. والمسجد طبعا إن هو دار للعلم، إن دور المسجد بالظبط، دور المسجد، دور المسجد فقط دوره. وإحنا بقينا شايفين إن المسجد للصلوات فقط، وبعد الصلاة المسجد يتقفل. وبعد كورونا يعني كمان الناس قل أو مروحة للمسجد، يعني بقى العدد أقل أقل بكتير. أنا بقول لحضرتك لازم المسجد يقوم بدوره كما ينبغي. احنا كنا زمان بنروح نحفظ القرآن في المسجد، وبنحضر دروس العلم من المشايخ والعلماء الأجلاء، كانوا بيعلموا احنا أطفال، كانوا بيعلمونا الآداب والأخلاق في المسجد، وكان الستات برضو بيروحوا في مصلى للسيدات يروحوا يحضروا دروس وكان العلم، وكان في سيدات بتتطوع إنها تروح تحفظ تمام الأطفال القرآن. عشان كده كان اي مشكله في المجتمع تلاقي ده حرام وده حلال، الناس كانت بترجع للدين لان كان في وعي بالدين. دلوقتي مفيش، يعني الدين بقى غايب في بيوت كتير قوي من بيوت المسلمين. يعني لو كل واحد فينا خلى الدين امام عينيه في جميع تصرفاته، المراه في بيتها قبل ما تخرج من بيتها لبسي ده موافق لشرع ربنا ولا لا؟ طب لو النبي صلى الله عليه وسلم شاف حضرتك وانت لابسه اللبس ده، لو النبي صلى الله عليه وسلم شافك وانت بتتصرف التصرف، هل ده موافق لدينك ولا لا؟ احنا عايزين الدين يبقى في حياتنا. ونحن الان في محنه، كيف نحول المحن الى منح الهيه ونحن في هذا التوقيت بالذات؟ نفوق شويه، احنا محتاجين نفوق. الناس ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ اقترب للناس حسابهم
وهم في غفلة معرضون. عايزين نفتكر الآخرة، عايزين نفتكر إن في حساب وفي وقوف قدام ربنا سبحانه وتعالى. على فكرة مش عيب لما أغلط، بس العيب الكبير إن أنا أستمر في الخطأ. لابد من التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. أيضا الدنيا، الدنيا شغلة الناس جدا. احنا بقينا في مجتمع طغت فيه الماديات، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخاف عليكم، وما الخايف علينا من إيه يا رسول الله؟ حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خايف علينا من إيه؟ شوف النبي مهتم بأمرك إزاي، وانت بتبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانت بتنفر من النبي، وبتقول إن سنة النبي تخلف. ما الفقر أخاف عليكم، ولكن أخاف أن تفتح عليكم الدنيا فتهلككم كما أهلكت من قبلكم. عليها أفضل الصلاة والسلام. بشكر حضرتك جدا جدا على تشريفك ليا في نهاية لقائي. بشكر فضيلة الشيخ محمد رشاد. وانتظرونا في الأسبوع القادم مع زميلي المستشار ياسر عبد الوهاب، ومع خالص تحياتي سحر شوقي.